انا اتوقع ان نونو سانتو فاجأ نادي النصر في الشوط الاول، لانه كان متوقع النصر ان نونو سانتو بيلعب بنفس طريقه الشوط الثاني، ولكن وش سوى في الشوط الاول؟ سوى الضغط العالي، الضغط السلبي انا اسميه. الضغط السلبي وش بوجود؟ مو بانك تقطع الكره، لا، تغلق زوايا التمرير، تجبر الدفاع النصراوي ولاعبي النصر يلعبون كرات عاليه، وهو عارف ان عنده حجاز وعنده شراحيلي يجيبون الكرات العاليه هذه كذا. لذلك هو اصلا الهدف منه انه ما يبدا النصر يبني بطريقته، لا، يبغى اللعب بالكرات الطويله عشان يقطعها. هذه بدايه المباراه اللي فيها الضغط اللي السلبي، اللي هو كل لاعب بين لاعبين، اغلاق زوايا تمرير، مو اني اقطع الكره جوا ملعب. الشيء الاخر بالتاكيد ان فيه لاعبين مركزين، يعني لاعبين مش لاعبين، انا اسميهم مقاتلين، ان التركيز عالي جدا. انا اعرف ان بيتي ضعيف في الاستحواذ على الكره، انا عارف ان الرجل هذا من تضغط عليه سهل جدا تقطع الكره منه، انا اعرف ان سلطان الغنام لعب خلفه، فلذلك انت شفت خصوصا الهدفين الثاني والثالث نفس الحكايه. انت لو تشوف حتى الهدف الثالث لك ان تتخيل ان السنتر لا جامي على القوس، يعطيك ان حتى الشوط الثاني لما جاء سانتو الشوط الثاني رجع في الدفاع المنخفض وصار يلعب بطريقه اللي لعبها في الدوري اللي هو زي كذا. على فكره ترى سانتو لما الواحد يشوف تاريخه التدريبي مع لا مع فالنسيا ولا مع ويلفر، يعني متعب جدا في مباريات الكؤوس حقيقه، ومتعب جدا برضه في طريقه اللعب لما يلعب تلعب فرق كبيره قدامه، مو تقليل الاتحاد، ولكن هو كذا يلعب بالامكانيات تبعه، اذا لقى فريق يضغط عليه يستمتع. هو يشرب لاعبينه بالطريقه هذه، ارتداد عكسيات مرعبه. انت لما شفته كيف طريقه الضغط خصوصا في الشوط، في الهدف اللي قطعها من بيتي اوفر، الحمد لله هدف. الهدف اللي فيها لا جامي قطعت الكره من نص التمرير اللي هم كورتين ثلاثه في 18. لذلك هي مي قضيه استحواذ، استحواذ النصر مستحوذ مسيطر مستلم الملعب كامل، ولكن في مناطق معينه في مساحات ما يعطيك اياها نونو سانتو. صح، هو معطيك الملعب بس زي مثلا الجهه القوه اللي عند تاليسكا اللي في الجهه اليمين اللي سدد فيها، هذه معبي فيها لاعبين، مجلس فيها لاعبين، مجلس اردكي ومجلس طارق حامد. تبغى ترفع اوفر ارفع اوفر من مرة النص، ما عندك مشكله. اذا جت الكوره عند بيتي اضغط عليه، اذا جت الكوره عند هو بصراحة ممكن أنت الآن مع نادي النصر أنت يعني كمستوى فني تقدر تحلل تقول والله سيطر والاتحاد فعلا كسب المباراة، بس لكن هذه مباراة الكؤوس، إذا سجلت تنهيها خلاص. وهذا شيخ نونو طريقته كذا، يعني هو من نوعية مدربين سيميوني اللي ما عنده المتعة من المتعة، لعب الطرق، لعب أسهل طرق، ثلاث تمريرات توصلك مرتدة زي ما كان يسويها مدرب النصر العام الماضي روسو. نفس الحكايه نفس الطريقه.